الخادم الثابت، الثبات بفضل أمانة الرب وليس بفضل مجهوداتنا فقط. في الحلقات السابقة تعلمنا عن أهمية الثبات في وجه التحديات وفي وجه الخطية، وضرورة الثبات في محبة المسيح والثبات في الإيمان. والحقيقة أن الأهم في كل هذه الأنواع من الثبات هو إدراك أن الثبات بفضل أمانة الله وليس بفضل مجهوداتنا فقط. يقول الرسول بولس في تسالونيكي الثانية أصحاح 3 وعدد 3: أمين هو الرب الذي سيثبتكم ويحفظكم من الشرير. وهذا يؤكد لنا أن الرسول بولس يتحدث عن أمانة الله. هذه الأمانة هي التي تحفظنا ثابتين. يؤكد الرسول بولس هنا لأهل تسالونيكي على ثقته بأمانة الرب في مواجهة التحديات. ففي الأصحاح الثاني كان يدعوهم إلى الثبات والتمسك بتعاليمه، وهو هنا يؤكد على ثقة بالله لتحقق هذا الثبات. يصلي الرسول بولس لكي يمنحهم الله ثقة لمواجهة تحديات الحياة، خصوصا وسط الضيقات. وصلى يهوشافاط مسلما كل تحدياته أمام الرب، فاكتسب الثبات في الحرب. وتقوى يوسف ووقف أمام الخطية بمختلف أشكالها، وأعطاها الله نجاح وثبات. والعامل المشترك في هذه المواقف هو أمانة الله التي منحت كل هؤلاء الثقة والثبات. ومع الأمانة أيضا كان هناك، مع الوعد كان هناك مسؤولية والتزام. هذا الثبات المبني على أمانة الله لا يعني التعصب، لكنه هو ما يساعدنا في قبول الآخر والتعرف عليه. فحينما أعرف هويتي جيدا وأثبت فيها وأعتقد بها، يكون موقفي وتعرفي على الآخر والعبور إليه ضرورة حتمية. والثبات لا يعني الجمود ولا عدم قبول التجديد والتغيير، بل يعني أن تكون لدي القابلية للتعلم والعقلية النقدية والمرونة في التعامل مع الأفكار. أحبائي، أن كنائسنا تحتاج إلى مؤمنين ثابتين وخدام ثابتين. والثبات هو رحلة تعلم ونضج في العلاقة مع الله والتواصل معه. أصلي أن يكون لدينا جميعا هذا الثبات المبني على أمانة الله والمرتبط أيضا بأخذ المسؤولية. نعم، في كل القصص التي قرأناها في الكتاب المقدس كان هناك الوعد وكانت هناك أيضا المسؤولية. نعم، نحن نعترف أننا لا نستطيع بمفردنا بدون نعمة الله أن نثبت أو أن نواجه تحديات الخطية، فالنعمة هي التي ترفعنا. ولكن هذه النعمة تلتقي مع المسؤولية، فالنعمة والمسؤولية تربط الوعد بالمسؤولية، فتكون النتيجة أننا نستطيع أن نثبت في الإيمان وأن نواجه التحديات وأن نأخذ الأدوار التي أعطيت لنا لكي نحقق هذه النعمة في حياتنا. إخوتي وأخواتي، أدعوكم إلى الثبات في المسيح، إلى الثبات في الخدمة، كما رفض يوسف الخطية كما أشرت واعتبرها خطية إلى الله. نرفض الخطية ونعتبرها خطية إلى الله. وكما وقف يهوشافاط وثبت، وكما استطاع المسيح أن يقدم نموذجا متميزا في المحبة، وكما رأينا في حياة يوسف تلك الرغبة الشديدة في التقوى، وإن تطلب الأمر هروبا فكما أشرنا قد يكون الهروب أداة للنجاة. نعم، أننا نحتاج أن نربط الوعد، الوعد أننا له، والمسؤولية أن نأخذ دورنا. فكلما ربطنا الوعد بالمسؤولية كلما كان ثباتنا حقيقة مؤكدة. أيها الأحباء، أصلي أن الله يعطينا هذه النعمة، أن ندرك موقفه وسندته لنا، وأن نأخذ مسؤوليتنا لنبني ملكوته.